السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله. شيخ عندي سؤال لو سمحت. حصل العمل في شركة كمطور تطبيقات للهاتف. الشركة دي بتعمل تسهيل عمليات الدفع بين التجار والزبائن عن طريق الفيزا. بس الشركة دي بتتعامل مع شركات فاليو تسهيل في النهاية برضه بتسهل الدفع عن طريقهم. وبرضه في جزء من الشركة شغال في القروض ان هي بتدي قروض صغيرة للتجار. بس الشغل بتاعي كمطور تطبيقات هيبقى بعيد خالص عن موضوع القروض ده. ما عملك أنت؟ مطور تطبيقات الهاتف مبرمج. اغلب استعمالاتها في الحلال ولا في الحرام؟ اغلب استعمالاتها في الحلال. في الحلال لا بأس. شكرا. بس هي الشركة فيها جزء يعني شغال يعني بتدي للتجار بس انا بعيد عنه. لا بأس على بعملك.